أهلا بكم أعزائي كل اللاعبين العرب في قناتكم أرابيان جيمر. النهاردة هنكمل مع بعض من مكان ما توقفنا في الفيديو اللي فات، وتختيم لعبة ساكيرو باستخدام السيف بس، ومش هنموت إن شاء الله في اللعبة كلها، وهنستخدم استخدام محدود لأدوات الشنوبي والحركات. نكمل مقاطعة هيراتا علشان نخلصها. ده جوزو زعيم الحرامية اللي اتفق معهم من بوما علشان يخطفوا الأمير كورو. نجري منه هنا وهو يفكر اني مشيت، فنضربه اول ضربة من الخلف علشان خاطر يكون سهل عليه. بعد ما يموت هيدينا سبحة ويدينا مشروب، ندي المشروب ده لبعض الشخصيات هيفتح لنا محادثات سرية معاه. You've done well to come this far. For a rogue, you are a worthy shinobi. My duty is to protect the young lord, Lord Kuro. Lord Ishin would never forgive me should I fail. Let us fight together! ده اسمه نوجامي جونسي، وبيقول ان هو جاي يحمي الامير كورو، وان اللورد ايشين مش هيسامحه لو فشل، وانه كان مع اللورد ايشين لما جاي ياخد الارض دي زمان.
fight was hard on this old body. Go on ahead. بعدها بيقول لساكر ان هو تعب ومش هيقدر يكمل في السن ده، يعني ان هو يحارب معاه تاني. ده مكان سري فيه سبحة من السبح اللي هنستخدمها في تطوير الشخصية. The young master might need you, Rogue Shinobi. Go to him, will you? دي طبعا الحاجة أم إينوسكي بتقول له أنت ابن البومر، فبتقول له إنها شافت رؤيا إن حد بيكون بحاجات كتير 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 من غير توقف، والأمير كورو جوه، وإنها بعتت ابنها إينوسكي علشان يحميه، فهي يعني معتقدة يعني إن هو كده هيكون في أمان علشان إينوسكي بيحميه، لكن بتقول له إن الأمير كورو هيكون محتاج لك جوه فادخل. طبعا بنكلمها مرتين لو في حاجة جديدة. نعمل السبحة رقم 2 والتحديث رقم 2 للشخصية. Why were you? Dreadful illusion techniques. Without a snap seed, it cannot be overcome. Take this. It's not much, but it's what I have. ده إينوسكي. وأول ما شاف سكره قال له أنت الخاص بالسيد الصغير، أنا لو مكانك مش هدخل في حركات بتعمل نوع من الأوهام جوه، وبيديله نبات شبه البسلة لما بيكسروا سكره فبيعمل صوت عالي، فبيخلي الشخص اللي بيعمل الوهم ده يفقد تركيزه ونوع الوهم اللي بيعمله يختفي. Father, mother, the butterflies, everyone is gone. My lord, illusion technique. It's been a long time, son of Owl. Lady Butterfly, leave us. Who are... Do what must be done. Yes. Now then, son of Owl, shall we dance?
ده الأمير كورو وبيقول إن الفراشات اختفت، وساكيرو فكر إنها خدعة أو وهم لكنه طلع حقيقي، وجت الليدي باتر فلاي أو السيدة فراشة، ودي واحدة من أساتذة ساكيرو اللي هي علمته من أيام زمان وهو صغير مع البومة، وبتقول له إن عدى وقت طويل وإنها فكرت ساكيرو بعته أبوه البومة علشان ياخد الأمير كورو إن هو خاين. ساكيرو بيقول لكورو إن هو يسيبهم، لكن كورو مش عارف ساكيرو لأن ده حصل في الماضي. فكر هيراتا كان من 3 سنين. بعد ما بنموت تدي ساكيرو ذكرى المعركة اللي هي بتقوي الدمج بتاع السيف، وبتديله قطرة من شجرة السكرة، دي بتزود عدد مرات الرجوع من الموت عند ساكيرو. كل مرة في اللعبة المفروض ساكيرو بيموت بيرجع تاني، ومش بتخلص اللعبة ونعيد من الأول على طول، لا هو بيموت ويصحى تاني، فدي بتزود عدد المرات. بعدها بيظهر سيف الأوداتشي بيموت ساكيرو، وهنعرف ان ده البوما اللي هو ابوه، وان هو ما ماتش زي ما شفناها في الفيديو اللي فات، وده هنعرفه من المنطقة السرية رقم 2 اللي هنلعبها في مرحلة متقدمة من اللعبة. On my behalf.
ويجي كورو يظهر بعد كده ويقول لساكيرو ان هو قتل بشجاعه علشانه، انه مش هيضحي بالولاء ده، فبيدي ساكيرو دم التنين اللي هو دمه علشان يخليه يعيش تاني ويكون حامل لدم التنين او القاسم بحمايه صاحب دم التنين، وده الترجمه الادق للكلمه دي. It appears as though your old memories have been awakened. Yes, I saw the divine heir. I see. I won't say any more, and neither should you. All that you saw was yours alone. Sculptor, what did that Buddha show you? Were you listening? Tell me. Flames. Flames. That is all I can see. It doesn't matter what offering I make. Flames spreading as far as the eye can see and consuming Ashina. That's... We're done here. I brought some sake. Don't mind if I do. Oh. Is it not to your liking? No, it's damn good. Ah, but it does make my old wounds ache. Your left arm? Yes, and this sake was a favorite of the man who cut it off. Who was? Lord Isshin. Isshin? Why? He... did it for my sake. I was on the verge of being consumed. Consumed by what? Shura. Well, whether you believe me or not, that's for you to decide. But you do well to beware Shura's shadow. النحات بيقول له بعد ما رجع وخلصنا مقاطعة هيراتا أول مرة، بيقول له الظاهر إن في ذكريات قديمة ظهرت ليك. قال له ساكيرو أيوة أنا شفت الوريث المقدس. قال له النحات أنا مش هتكلم أكتر، كل اللي شفته ده خاص بيك أنت وبس. فساكيرو بيقول له بوزا وراك إيه؟ فقال له النحات أنت هتسمع اللي أنا هقوله؟ قال له أيوة. قال له لهيب نار، ده اللي بقدر اشوفه بغض النظر عن التقدمات اللي بعملها، كل اللي بشوفه نار ممتدة في كل الطريق وبتاكل كل أشينه. بعدها بينهي النحات الكلام فجأة، وساكيرو بيديله المشروب بتاع الساكي. ساكيرو بيقول له هو مش عاجبك؟ قال له لا عاجبني جدا، لكن بيخلي جراحي القديمة بتوجعني. فساكيرو بيقول له لدراعك الشمال؟ قال له ايوه، لان المشروب ده المفضل للراجل اللي قطع لي ايدي. فساكيرو بيقول له هو مين؟ قال له اللورد ايشي. فساكيرو بيقول له ليه؟ قال له النحات عشان مصلحتي، لان طريق الشورى استحوذ عليا. الشورى ده مصطلح بيقولوا عليه اليابانيين عن اله الحرب، وده الشخص اللي هو من كتر القتل استحوذ عليه سفك الدم، فبقاش قادر ان هو يوقف من القتل، فبقى بيستخدمه عمال على بطال على طول كده باستمرار. بعد كده بيكمل النحات وبيقول له هتصدقني ولا لا، ده هيكون اختيار ليك انك تكون شورى او لا، لكن انا واثق انك هتختار الاختيار الصح. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم في الفيديو القادم. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. شكرا لكم وسلام.